ومثل ما كلنا بنعرف بلبنان في عنا مشكلة كهرباء ومشكلة انترنت. فلحتى نحل هالمشاكل فكرنا بحلول بديلة هي حلول أوفلاين. والحل الثاني هو تبشورة أب. تبشورة أب أبليكيشن موجودة على البلاي ستور، بتنزلوها على الموبايل أو على التابلت، وبيصير فيكم تنزلوا دروس أوفلاين وتشتغلوها بلا ما يكون عندكم انترنت. وبس يصير عندكم انترنت عن جديد ترجعوا تعملوا سينكرونيزيشن، يعني علاماتكم وكل شيء اشتغلتوه بيرجع بيصير على الويب سايت، وبتقدروا ساعتها اذا خلصتوا درس معين تنزلوا درس تاني محله. وميزة مهمة لهالآب هي القدرة انه يكون في عدة يوزرز على فرد جهاز، لحتى اذا بالبيت الواحد في عدة اخوة نقدر نعمل سويتش اكاونت بين الخي وخيو، لحتى كل واحد يقدر يفوت على دروسه هو ويكمل من محل ما كان وصل آخر مرة.